إلى الشرق الأوسط يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن في زيارة يتوقع أن تكون مفصلية في تاريخ علاقات المنطقة. القدس ستكون محطة بايدن الأولى، حيث سيلتقي هناك يوم الأربعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد المكلف بتسيير أعمال الحكومة، إضافة إلى كبار المسؤولين الإسرائيليين. هذه الزيارة ستخلق تحالفا عسكريا لم يعلن عنه بعد، ولكن هذا هو الهدف النهائي، كما ستعمل على صعيد التعاون الاقتصادي لدول المنطقة التي تقف صفا واحدا في وجه عدو مشترك والتي لها مصالح متماثلة. الرئيس الأمريكي سيتوجه بمروحية أمريكية خاصة إلى مدينة بيت لحم الفلسطينية للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأمر الذي يعد تطورا كبيرا في العلاقات الأمريكية الفلسطينية. هناك أيضا شعور عملي لدى الطرف الفلسطيني بأن هذه الإدارة في هذه الزيارة في هذا الوقت بالذات بهذا الحال الموجود في إسرائيل حاليا لا تستطيع أن تقدم الكثير. وفي صباح الجمعة سيتوجه بايدن مباشرة من إسرائيل إلى السعودية، وتحديدا مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر، حيث سيعقد جولة مباحثات مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. هذه الرحلة يمكن إيجازها كالتالي: مصالح مشتركة، نفط، أعداء مشتركين، والمزيد من النفط، كما ستؤكد هذه الزيارة على الالتزام الأمريكي بأمن المنطقة وازدهارها. وفي يوم السبت ينضم الرئيس الأمريكي إلى قمة تضم قادة دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى زعيمي مصر والأردن، لبحث ترتيبات أمنية جديدة في المنطقة. زيارة بايدن تأتي حسب ما أعلن في مناسبات متعددة من أجل تأمين إسرائيل ودمجها في محيطها بشكل أفضل، وقد يكون برنامج الدفاع المشترك بين إسرائيل ودول الخليج إضافة إلى مصر والأردن خطوة في سبيل تحقيق هذا الهدف. سهيل الشاعر، قناة الغد، واشنطن.